ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نعمل معاكم النهارده كرواسون شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. شايفين جميل وطار ازاي؟ شايفين شكله ولا كانت ريحته؟ كانت جميله جدا. شايفين لونه؟ شايفين تسويته؟ شايفين الشوكولاته اللي فيه من جوه؟ جميل جميل جدا. لو جربتوه بنفس الطريقه اللي هعملها بيها النهارده بجد مش هتبطلوا تعملوه باستمرار. كرواسو الشوكولاته هعمله بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا كده نشوف احنا هنعمله ازاي او هنحتاج له ايه. انا معايا هنا دقيق، الدقيق اللي عندي دقيق متعدد الاستخدامات. معايا كوبايتين من الحليب، معايا 3 معالق كبيره من السكر، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه صغيره من الملح، ورشه من الفانيليا. اول حاجه كده معايا في بوله فاضيه هبدا اضيف فيها الحليب. الحليب اللي عندي يكون دافي. هبدا اضيف ربع كوبايه الزيت، السكر، الخميره والفانيليا. هقلب كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا لحد ما كله يدوب مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هبدا اضيف الدقيق. الدقيق اللي عندي هنا انا احتجت بالظبط 4 كوبايات من الدقيق. ممكن انت تحتاجي اكتر او ممكن تحتاجي اقل على حسب نوع الدقيق اللي عندك او على حسب ما العجينه تلم معاكي. انا احتجت بالظبط 4 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. كده انا ضفت الدقيق، هبدا اضيف الملح، نص معلقه صغيره من الملح. ابدا اعجن في العجينه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه في العجينه يا جماعه انها تاخد حقها في العجن، ده سر من اسرار نجاح اي عجينه. اهو زي ما انتم شايفين انا كده عجنتها كويس جدا. شايفين جميله ازاي؟ ناعمه جدا، ملمس العجينه ناعمه جدا وجميله. زي ما قلت اهم حاجه في العجينه عجنها انها تاخد حقها في العجين. دلوقتي انا هسيبها كده حوالي نص ساعه لحد ما ترتاح. اهي دي بعد نص ساعة، بعد ما ارتاحت شوية، ارتاحت حوالي نص ساعة، هبدأ دلوقتي ان انا اشكلها كده لكويرات وكون كلها حجم ومقاس واحد. احاول بقدر الامكان ان انا اخليهم مقاس واحد. اهو زي ما انتم شايفين كده انا هقسمهم كده. تمام كده انا هخلص الكميه كلها واسيبها برضو حوالي نص ساعه لحد ما ترتاح وبعدين نرجع نشتغل فيها. عملوا معايا حوالي 14 قطعه. اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص قعدت برضو كمان نص ساعه ارتاحت شويه. هبدا بقى ان انا افرد في الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين. هفردها كده بالشكل ده. شايفين العجينه معايا بتتفرد بمنتهى السهوله ازاي؟ علشان اخدت حقها في العجن وكمان ارتاحت كويس. اهو انا هخلص كل الكميه زي اللي انتم شايفينها دي، هفردها كلها بنفس الطريقه كده. اهو زي ما انتم شايفين انا كده بفرد في العجين، هفرد كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه دي. تمام كده خلاص انا كده خلصت الكميه كلها، فردت الكميه كلها زي ما قلتهم. عملوا معايا 14 قطعه. دلوقتي بقى في الخطوه دي كده انا عندي هنا حوالي 200 جرام من الزبده المذابه. هبدا دلوقتي في طبق كده فاضي ابدا ان انا احط فيه العجين اللي انا فردته كده واحده واحده، وبنفس الشكل كده زي ما انتم شايفين هبدا ان انا بين كل طبقه وطبقه او بين كل واحده وواحده هدهن كده زبده زي ما انتم شايفين. هدهن زبده كويس جدا واتاكد ان العجينه كلها دهنتها كلها من جميع الاتجاهات زبده زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، بين كل واحده وواحده كده هدهن زبده كويس جدا. الزبده اللي عندي تكون مذابه اهو زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه كده. هتاكد ان انا دهنتها زبده كويس جدا من جميع الاتجاهات. اهو دي اخر واحده معايا كده بدهنها زبده. اخر طبقه من فوق ما بدهنهاش،
يعني اخر واحدة هحطها فوق، ما بدهنهاش، بسيبها كده. اهو هي دي اللي انا بقول عليها كده، هسيبها مش هدهنها كده خلاص. انا دلوقتي هغطيها بكيس بلاستيك وادخلها التلاجة حوالي ربع ساعة لحد لما الزبدة تبدأ تجمد معايا تاني زي ما انتم شايفين كده. كده كانت قعدت حوالي ربع ساعة في التلاجة، لما اتأكدت ان خلاص الزبدة بتاعتي جمدت هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل فيها كده خلاص. انا بفرد فيها، هفردها كده كويس جدا، هحاول ان انا افردها شكل دايرة وتكون كلها متساوية من جميع الاتجاهات. خلاص انا كده فردتها خلاص، كده حاولت ان انا افردها على شكل دايرة زي ما انتم شايفين كده. بقى هبدأ ان انا اقطعها بنفس الشكل ده، هقطعها لمثلثات اهو زي ما انتم شايفين كده. انا دلوقتي بقطعها لمثلثات، عملت معايا الكمية اللي انتم شايفينها دي. هبدأ دلوقتي بقى ان انا احشيها بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده. بشيل مثلث وببدأ ان انا باجي من الطرف كده، اقطع كده فتحة، افتح فتحة كده صغيرة بالسكينة، ابدأ احشيها بالشوكولاتة بتاعتي وابدأ الفها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام كده بالشكل ده هتديني الشكل اللي انتم شايفينه ده. اعمل معاكم كمان واحدة اهو، ده مثلث بفتحه كده فتحة من الطرف بالسكينة وببدأ ان انا احشي الشوكولاتة، ببدأ ان انا الفه كده بمنتهى السهولة، هيتلف معايا جميل جدا. تقدروا تحشيها اي نوع شوكولاتة تحبوه، بتكون جميلة في جميع الاحوال اهو زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص انا خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتم شايفينها كده. هبدأ دلوقتي ان انا ارصها في الصاج او في الصينية بتاعتي، واحاول ان انا اسيب بين كل واحدة وواحدة مسافة علشان هي لسه هسيبها لسه تخمر معايا ولسه حجمها هيتضاعف، فعلشان ما يلزقوش في بعض. خلاص انا كده سبتها لما اختمرت تاني وحجمها تضاعف زي ما انتم شايفين كده. ده عندي صفار بيضة عليها معلقتين من الحليب ومعلقة من الخل، هبدأ ان انا ادهن بيه كده وش الكرواسون زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تدهنوا الوش اي حاجة تحبوها، ممكن تكون قهوة سريعة الذوبان او ممكن تكون حليب بس براحتكم. انا هنا عندي صفار بيضة ومعلقتين من الحليب ومعلقة من الخل، هبدأ ان انا ادهن بيها كده وش الكرواسون. طبعا انا هدخله على فرن ويكون سخن جدا على درجة حرارة عالية لحد لما يتخبز معايا، وبعدين افتح عليه الشواية ياخد اللون من فوق زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص انا الكرواسون عندي طلع من الفرن، هسيبه بقى اغطيه كده واسيبه حوالي 5 دقايق علشان يفضل طري معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. كنت خلاص سبته، شو شايفين طري ازاي وجميل ازاي، شايفين لونه جميل جدا، مش قادره اقول لكم الريحه كانت قلب الدنيا. شايفين اللون بتاعه، شايفين اللمعه اللي فيه، شايفين التوريقه بتاعته، جميل جدا جدا اهو. انا بفتح كده واحده معاكم، شايفين الشوكولاته من جوه سايحه ازاي، شايفين التوريقه بتاعت الكرواسون. بجد لو جربتوه بنفس الطريقه هتحبوه، طريقه سهله جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوه بنفس الطريقه بجد لو جربتوه كرواسون شوكولاته. طبعا لو عجبكم الفيديو او لو استفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واتمنى بجد ان انتم تجربوها بنفس الطريقه زي ما قلت لكم. دي طريقه سهله جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوها بنفس الطريقه. شايفين اداه كمان واحده بفتحها معاكم، شايفين الشوكولاته سايحه من جوه ازاي، جميله جدا جدا. كرواسون شوكولاته باسهل طريقه واسرع طريقه ومش مكلفه خالص
اشوف وشكم بخير.